من اهالينا البسطاء، من اللي هم في غالبا او في غالب الامور ان هو مستمع فقط او مصفق فقط، يعني يا بيتفرج يا بيستمع، انما مين هيديله فرصه ان هو يقول او يشوف او يطلع او يتكلم. النهارده وانا داخل مدينه الانتاج الاعلامي كانت الساعه 4 وشويه كده، الدنيا حر جدا، لقيت واحد حاطط يافطه كبيره حاططها معلقه كده في الشمس جامده جدا، فوقفت واحنا واقفين عشان تفتيش العربيه والحاجات دي كلها، فبتقول لي انا مش عارف ايه، قلت له لا تعالى انت هتبقى ان شاء الله، يعني بكلم على الاستاذ سعيد علي حسين الشهير بسعيد المصري، موظف في محافظه القاهره في احدى الادارات البسيطه، ساكن في الزاويه الحمراء. انا الحقيقه مش عارف ليه ازاي من الزاويه الحمراء لغايه هنا، دفع عادي عشان يجي البوسترين اللي عاملهم، بيحاول يبين فرحته بالنسبه لقناه السويس، بيحاول يبين رايه بالنسبه لقناه السويس، عايز يقول اي حاجه. معايا ومع حضراتكم هنسمع بقى حكايه عم سعيد دلوقتي. مساء الخير يا عم سعيد. مساء النور يا استاذ، ده انا عاجز عن الشكر، انا فعلا حسيت ان مصر في خير، ان فيها شخصيات يا استاذ ابراهيم زيك. ليه؟ بتحب مصر. انا كنت قاعد عامل زي التايه، عايز ابين فرحتي للناس وابين فرحتي بالجيش ووطني، مش عارف اعبر. انت يعني زي نجدتني، نجدتني من شيء انت فعلا كملت سعادتي، وان شاء الله اموت بعد كده ان انا وصلتي رسالتي للناس اللي انا بحبها. وطني هو اهم شيء، هو ده نقطع من قطنا ونبني حدودنا، ده املي كل المصريين، مش عايزين الغلا، ان شاء الله تغلى الدنيا كلها بس نعيش في امان. وده فعلا انا ابوس البياده بتاعته، ابوس البياده وبعشق الجيش وبعشق الشرطه، مش كلام هباء، ان ربنا اللي يعلم اللي جوايا ايه وقد ايه تقديره فوق دماغي من فوق، لو طلبوا روحي على روحه اقول انا روحي. طب انا مصدقك، بس بلاش البتاع ده بتاع الصوت. ايوه فعلا. كل ما بتدب عليه بيخبط في دماغ، بيوقع المخرج جوه. لا انا اسف، انا اسف يا استاذ ابراهيم. ايوه انا اسف يا فندم. قول لي يا عم سعيد، أمر انت حضرتك في محافظه القاهره، حي مصر الجديده يا فندم. حي مصر الجديده. ايوه فندم. وساكن في الزاويه الحمراء. عندك كم سنه؟ عندي مواليد 66. مواليد 66. وانت بتحب الشعر؟ بحب الشعر وانا عندي ست من سنه سته. وانت كملت التعليم لغايه فين؟ اعداديه. اعداديه، وقعدت بتكتب الشعر ده؟ ايوه فندم. ومع نفسك بقى؟ ورثته عن ابويا، ابويا كان الله يرحمه يحب الموال. الموال؟ فانا عشقت الفن منه. الله يرحمه ويحسن اليه. ودلوقتي وعايش مع مين انت دلوقتي؟ انا عايش دلوقتي بخدم والدتي وقاعد معاها في البيت، انا اللي باكلها وبشربها وانا اللي قايم بمصالحها، ومش متجوز. اخواتي كلهم متجوزين. وانا اللي قايم بخدمتها، وربنا يقدرني لان هي سبب نجاتي بالدنيا والاخره، هي دي الجنه تحت قدمها. وربنا يعلم قد ايه انا بحبها وبقدرها، وبقول لها سامحيني قدام الناس كلها على ضيقتي، حتى ان انا حتى لو ضيقت في يوم، لو زنقت يعني، لو حتى زعلت مني في يوم سامحيني. الام حاجه غاليه، غاليه غاليه، واني غاليه صدق وتامن بالله يا استاذ ابراهيم. لا اله الا الله. اليوم اللي بتروح عند اخواتي فيه ببقى عامل زي اليتيم، محاله بقى من غيرها، وانا قاعد في قلب البيت ومفيش حد يسال عليا. ربنا يخليها لك. الله يكرمك. الله، دي احلى دعوه يا استاذ ابراهيم. ربنا يخليها لك. طيب ما تقول لي كده الرنة اللي انت كاتبه ده. ده لفخر مصر اللي فعلا اسد بمعنى اسد. وربنا قدرني الكلام ده ما يجيش يعني مثقال ذره من اللي هو بيعمله. الاول موال مصر، بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت على ابويا قلت له مصر جالها عريس، راجل اصيل وشهم وجدع، وهيكون على مصر حريص، شهاداته مالها عدد، قمه في الادب وفي التدريس، حابينه كل البلد، عاوزينه يبقى رئيس. نادى علي ابويا بصوت عالي وقال لي روح نادي الجدع ودخله داري، وهاته هنا جاري وقعده وخليه جنبي في وخليه ليا في القعده وانيس. وطبطب علي ابويا وقال لي يا ابني يا عزيزي، النهارده عيلي بيتي وتم يا واد تأسيسي، وراح زمان الشيب ورجع زمان الصبا، وانتهى من الوجود تعجيزي، اسم الجدع ايه؟ قلت الجدع سيسي. الله الله يا عم سعيد، يا ريتك كنت يا ابو العيله خليت اخونا مهندس الصوت نازل معاه، هنشوف ده. بس يعني انت عايز فاصل دلوقتي يا ابو العيله؟ طيب نطلع فاصل. لحضراتكم وضيفي ضيف حضراتكم الاستاذ سعيد علي حسين او سعيد المصري اسم الشهره، مواطن مصري
دابب مشوار من الزاوية الحمراء عشان يجي ده مدينة الإنتاج. أنا تصورت لما جاوا معايا لواحد إنه جاي يعني معايا لواحد، أنا افتكرت إن ليه مشكلة أو ليه شكوى ولا حاجة زي اللي بيحصل، ومن حق الناس لما يبقى لها شكوى تحاول توصلها للإعلام. إنما لقيته إنه جاي عايز يعبر عن فرحته. أنت كنت بالظبط كده، إيه الحكاية؟ جاي لكده ولا لإيه؟ أنا جاي وليه ركبت إزاي لغاية هنا؟ وليه إزاي ده؟ والله يا فندم أنا جاي، والله ما عارف أنا جيت إزاي. أنا حسيت بفرحة بقناة السويس اللي اتفتحت دي، حسيت ان انا عايز اشارك وانا كاتب الحاجات، وكاتب حاجات كتيرة جدا يا فندم. بس انا من فرحتي ان فعلا الجوهرة ده فعلا احنا معانا جوهرة ومش عارفين قيمتها. يعني قائدنا السيء يعني ده اعظم راجل على وجه الارض، خير جنود الارض فعلا بتتمثل في الراجل ده، وهو وجنوده والشرطة كمان. مش عايزين ننسى حد ولا نقلل من شأن حد، بل بالعكس البلد بتاعتنا دي بلد فعلا خير جنود الارض هم اللي موجودين دول، والامانه كلها فيهم ان كان جيش او شرطه. وده لمسته بنفسي انا في حاجه حصلت يا فندم استاذ ابراهيم، حاجه صغيره حسستني قد ايه الداخليه فعلا اخوات لينا. كان في عربيه صغيره وعربيه واقفه فيها طفل كان نايم ورا، فانا حسيت ان الطفل ده زي كانه مخطوف، لانه قعد 3 ساعات في الشمس واتنين قاعدين ولا حد بيسأل عليه والعربية مطربة. أنا اتقضيت قلت ده أكيد مخطوف وجايين يسلموه. فاتصلت باسم الزاوية، اسم الزاوية استجاب في الفعل، ولقيته فعلا نزل 3 مباحث وأنا شفتهم بعناية وهم نازلين يشوفوا ويتحروا عن الشيء ده. بلدنا بتزدهر وجاية في خير، والناس اللي موجودة دلوقتي فعلا ناس بمعنى الكلمة، مش بقولها كده هباء. انت بقى جيت عشان حد يعني يسمع ده ولا يصور ده ولا انا عايز ابين فرحتي بس، مش عايز ابين فرحتي مش انا بس شهرتي اللي انا بس اعبر ان انا بحب الراجل ده وبحب الجيش المصري وبحب الشرطه المصريه وعايز مصر تبقى في امان يا استاذ. طب جيت هنا بقى كان يعني على اساس انك تقرا الكلام ده لاي حد ولا ايه يعني؟ والله يا استاذ ابراهيم اقول لك الحقيقه انا قلت لامي ادعي لي يما، انا قاعد انا والدتي بس في الشقه، انا اللي بخدمها وانا اللي باكلها وانا اللي بشربها وماشي بدعويها. قالت لي روح ربنا يسترها معاك ويفتح لك البيبان المقفله. ايه دي الصوره انت كنت واقف ساعه انا دي ساعه ما جيت انا؟ ايوه يا فندم. جيت بقى على اساس ايه؟ على امل انك انت الناس تشوف حاجه، اعبر عن حبي بوطني وبالقائد العظيم ده. نفسي اعبر له، نفسي يعني مش لازم اقول لك يا استاذ ابراهيم، البياده بتاعته الواحد يعني الترابه بتاعتها الواحد يتيمم بيها. انا مش بسألك جدال ولا كلام كده، انا من جوايا فعلا بحب الراجل ده لانه مخلص. ما تقرا لنا قول لنا الموال بتاع مصر اللي انت كاتبه ده تاني، لان احنا انت خطفتنا في المره الاولانيه. دخلت على ابويا قلت له مصر جالها عريس، راجل اصيل وشهم وجدع وهيقول على مصر حريص، شهاداته مالها عدد، قمه في الادب وفي التدريس، حابينه كل البلد عاوزينه يبقى رئيس. نادى علي ابويا بصوت عالي وقال لي روح نادي الجدع ودخله داري، وهاته هنا جاري خليه ليا في القعده ونيس. وطبطب علي ابويا وقال لي يا ابني يا عزيزي النهارده علي بيتي وتم يا واد تاسيسي، وراح زمان الشيب ورجع زمان الصبا وانتهى من الوجود تعزيزي تعجيزي. اسم الجدع ايه؟ قلت له الجدع سيسي. الله طيب القصيده الثانيه دي بقى ايه اسمها؟ وصلتنا الرساله. وصلتنا الرساله وصمت الامانه وبجنودنا البساله، عليتوا المكانه وبعزم وشهامه صنعتوا الكرامه، يا اولاد مصر الغاليه يا اولاد الكنانه، وبحكمه وجداره بينتوا المهاره، يا زهره صبانا يا نبع الاصاله يا اصل الحضاره، حملتوا الرساله وحفظتوا الامانه وعززتوا المكانه، يا اساس العروبه يا معنى الكرامه، مصر بتنادي يا قائد بتقول لك تعالى، يا شايل عنها الغمه ومسحت الاهانه، وصلتنا الرساله. تحيه لاعظم قائد، تحيه للاسد الصاعد، وتحيه لجيشنا تحيه لاعظم قائد، وتحيه للاسد الواعد، وتحيه لجيشنا الصاعد والخير جنود الارض والشرطه الرجاله، وصلتنا الرساله. الله يا عم سعيد. انا اسف ان كنت بس اتلخبطت في جمله ولا يهم، لان انا هايب الموقف شويه. ليه بقى هايب ليه؟ بس صدقني انا حاسس فعلا ان انا قاعد مع اب حنون، وفعلا الاعلام بيتشرف بيك يا استاذ ابراهيم. الله يخليك. قول لي البتوع دول اتكلفوا كام البوسترين دول؟ دخلوا في 250 جنيه. 250 جنيه؟ بالمصاريف 300 جنيه. مصاريف 300 جنيه. مبسوط انت؟ انا مبسوط لو هيكلفني عمري كله.
بس اللي انا ساعد فرحتي مع جيش مصر اللي فعلا رفع راس مصر والشرطه المصريه كمان ما ننساش جهودها. الاثنين مثل واحد كعضو واحد في جسد واحد ما يتخيروش عن بعض. ما انت كده يعني انت النهارده برضو كمثلت الزاويه الحمراء تمثيل مشرف النهارده هتلاقيهم مبسوطين. انا مشرف بيك انت يا استاذ ابراهيم لان انت فعلا اللي وصلتني اللي انا اعبر عن حبي وامتناني للبلد واصلت البلد اللي متمثله في القائد العظيم ده. ده شغلي ده شغلي بس انت فعلا انسان بمعنى انسان يا استاذ ابراهيم. يعني سيبك مني انا يعني ده شغلي بس خلي قول لي في الزاويه الحمراء عندكم بقى ايه اخبارهم ايه والناس ايه الناس لسه هيقول لك اصل الحاجه غاليه اصل ما اعرفش الايه والكلام ده. بص يا استاذ ابراهيم تعرف تاكل وتشرب وبابك من غير باب ومن غير اي حاجه لا تامنك هيجي لك نوم هيبتدي بياكل عيل من العيال بس كده انا بقى بالنسبه لي نبيع قطنا ونبني حدودنا. انا عايزين مش عايزين نتكلم اللي بيتكلم على كلام الغلا والكلام ده كلام بني ادم حاقد. البلد داخله في ازدهار جامد جدا وبعد كده هنحس بالنعيم ده واول النعيم هي فتحه الخير قناه السويس ان شاء الله وربنا يقويه وينصره وينصر جنوده خير جنود الارض وربنا يطول في عمره كمان وكمان ويحميه مصر ويخليه لمصر ان شاء الله قائدنا العظيم. طيب هناك انت لما بتقعد بقى مثلا في الزاويه الحمراء في القعده في القهوه في هنا في هنا ما بقعدش على القهوه. طب لما بتتكلم عشان اهالينا الامريكي اللي جارك اللي هنا تصدق وتامن بالله لا عارف مين هي. انا الكلام ده كله يتمثل في والدتي. والدتك؟ والدتي هي مصر اسمها صبره وهي صبره. والله العظيم يا استاذ ابراهيم فعلا انسانه طول ما احنا بنتفرج على اللي بيموت احنا عمالين انا عمال اعيط وهي تعيط وبطلع الاحاسيس اللي جوايا دي في كلام حتى اطلع اللي جوايا. اما طول التلفزيون ده النشر ما فيش الا النشر عندنا واخبار الجيش والشرطه ايه واخبار البلد ايه. هي دي حياه والدتي. حياتها كلها الجيش واحوال البلد وعماله تدعي للجيش بطريقه وربنا يجعلها من حد ومن نصيب القائد العظيم. دعوة دي وعارفه هي قناه السويس بقى والموضوع عارفه كل حاجه وربنا يخليها لي يا رب وتسامحنا على كل شيء. طيب لما بقى حد اللي بيكلمه ساعات يقول لك ده ما فيش حاجه وقناه السويس مش معقوله ايه بيصدقوا مثلا في الزاويه عندكم الناس بيصدق اي كلام فارغ من اللي بيتقال بتاع يا استاذ ابراهيم احنا دخلنا دلوقتي مرحله الحمد لله فيها نقاء وفيها شفافيه. كفايه ان هو يعني كلمته ذات نفسيه ما بينش اي طغينه للشعب. الكلمه الحلوه ما قالش هاخدها لو يدرع ولا ده لا ده فعلا مصري بمعنى المصري اللي فعلا يتشال له القبعه كده والتراب بتاع بيته انا اتوضى بيه. طيب على المستوى الشخصي نفسك في ايه يا عم سعيد؟ نفسي نفسي ان البلد دي تعيش في امان والبيبان تتفتح زي زمان. عايز احس بالامان. الله عايز احس بالامان. عايز احس ان الناس بتحب بعضيها ما نحقدش على بعض. ما نحقدش على بعض. الحقد ده وحش قوي. البيبان تتفتح زي زمان. زي لما كان انت البيبان مفتوح وده بيسلم على ده وده طابخ شويه يبعت من ايام الزمن من الجميل اللي عمره ما هيتعوض. راجع ان شاء الله. لا هيتعوض. ما هو فعلا هيتعوض بالجداره ان فعلا خير جنود الارض موجود وان شاء الله يحقق لنا الرساله. نخلص بس من شويه الارهاب وشويه اللي بيقتلوا وشويه دول نخلص منهم. واحنا شايفينه في وسط الكلام ده كله اتعمل شوف مشروع عظيم قد ايه. يا ترى يا مصر مين بيحبك ومين هينول الرضا وهيكون بالجنه فايز؟ اللي بيقتل ولا اللي بيحرق جوامع وبيحرق كنايس؟ دي يعني انا كاتب اشعار كتيره جدا. فحضرتك انا بحب البلد دي بحب عايز البلد دي كمل ما تكمل لي بيتين من دي كده. نعم يا فندم. يا ترى مين بيحبك اللي بيحرق ولا اللي بيقلق؟ يا ترى يا مصر مين بيحبك وهينور رضاك وهيكون بالجنه فايز؟ اللي بيبني ويعلي اللي بيبني اللي بيبني ويعلي ولا اللي بيحرق جوامع وبيحرق كنايس؟ يا ترى يا مصر مين هينور رضاك وهيكون بالجنه فايز؟ فمعلش سامحني لان ايه في حاجات كتيره قوي برضو بحيي شعب الامارات والسعوديه كاتب لهم حاجات كتيره قوي لان الواحد ما ينساش فضل الناس دي لان دول اخوات فعلا بمعنى العروبه المتاصله فيهم. فانا امير الملك عبد الله الله يرحمه وربنا يجعله في فسيح جناته انا كاتب له يعني بقول وداعا يا ملك عبد الله يا
يا حكيم الأمة وشادد أزر العرب وشادد أزر المسلمين، ربنا يجعلك يا أب غالي في جنات الفردوس الأعلى مع الصديقين والمرسلين. والله القلب بيبكي قبل عيني ومن جوايا مجروح حزين. الله يجعلك، معلش انا خلاص في قصايد كثيره جدا. وبرده الامارات، قول لي طيب بالنسبه طب الامارات، الامارات تحيه لشعب الامارات وبقولها وبعلنها يا ناس رسمي، وتحيه ليك يا مطرب العروبه متاسس فعلا واساسك اساس عروبه رسمي. تحيه ليك يا حسين يا جسمي يلي اسمك في الترتيب تالت ترتيب اسمي، انت فعلا معلش خلاص طيب قول لي، قول لي بقى على 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 دي امنياتك لمصر تبقى كويسه بالنسبه ليك انت. أوفن. نفسك في ايه؟ انا نفسي اعيش في امان، بس مش عايز اكتر من الامان، عايز الناس تحب مصوره بعض. طيب الحمد لله مصوره، الحمد لله من حمد وزاده. والبلد فيها رخاء جامد والخير كتير قوي، الخير كتير، مش بقولها رياء عشان انا قاعد او عشان اظهر في التلفزيون، لا الخير كتير والله العظيم، الخير مليه عدد، والله العظيم الخير مليه عدد بسبب وجود الشخصيه المحترمه اللي فعلا مصر يعني ده عريس مصر. وانا بتمنى بس بتمنى اسلم عليه بالايد، بس بتمنى اسلم عليه بالايد. ربنا يجعل ده نصيبك يا سيدي وحقيقي ان شاء الله. وانا ده انا اللي اشكر حضرتك يا فندم على ان انت استضاف يعني قدرتني، فعلا حسيت ان مصر بخير بامثالك الطيبين اللي فعلا بيحبوا الوطن وبيحبوا كل بني ادم بيحب مصر. الله، انا بشكرك وبشكرك على شعورك ده، وبشكرك يعني على انك انت اتحملت في الشمس دي ورايح مشوار من الزاويه الحمراء، يعني طلعت في اتوبيسات ونزلت من الميكروباصات واتشعبطت في معرفش في ايه عشان تيجي هنا، يعني مشوار بعيد قوي، وربنا يديك الصحه والعافيه. بس انت مش عايز تطلع فاصل دلوقتي؟ ها؟ طيب انا بشكرك يا عم سعيد يعني، وبقول لك لا بس مش هترجع مواصلات ان شاء الله، هترجع يعني عربيه هتوصلك ان شاء الله. الله يكرمك يا استاذ ابراهيم. لا عشان مش الشحطات دي، الله يكرمك يا استاذ ابراهيم. تعالى افرجك على حاجه كويسه عن جيش مصر اللي انت بتحبه ده، وتعالى افرجك على قواتنا الخاصه وهم في استعداداتهم عشان تامين البطوله وتامين الحفله وتامين الضيوف. الضيوف لما يجوا في مصر لازم يبقوا في امان. بس عايز وعد، عايز اروح قناه السويس واشارك في الفرحه. شوف 90 مليون عايزين يروحوا، والمكان اللي هناك بيشيل حبه صغنططين، خدت بالك؟ يعني انا يعني مش 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 ضروري كلنا نروح، هنفرح من ورا التلفزيون طبعا يا فندم. ما هو المكان بيشيل حبه صغننين واحنا كتار، نعمل ايه؟ خلاص اللي يروح مبروك، مبروك له وحظه بقى. ويلا نشوف يا ابو العلا والنبي الثاني القوات الخاصه صعق والمظلات، وبرضه عندنا كلمه للفريق حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه خلال التفتيش اللي كان عامله امبارح، واتكلم والفيديو ده لنا من التوجيه المعنوي. نشوف يا ابو العلا الحدد دي.